العظيم والله العظيم إذا بفوكس الواحد مظبوط جد بفوكس ولك نفسه في نكد دقات قلبه مليانين نكد بس هذا كله أرحم الحكي كله لا تحكي هذا الحكي كيف بدي لاقي له علاج كيف بدي لاقي له حل جذري ولك حل جذري موز ليمون المهم لاقي له حل يا رب انت بس فيك تساعدني انه ما فيك تفوت تنام على رواق ما فيك الا ما تحكي وتوعيني يعني انه مش معقول ما بتحس انه هالمره عم تفلح لك كل النهار لازم ترتاح ايه عم تفلحي بلساني كل النهار تقبريني ايه كرمال حالتك تفلح بدراسك وتحصد بكرشك لدراس ايه لدراس ميرسي يا رب شو ما بطلب منك دغري بتلبيني ميرسي مش نايم من الليل درسي تأخر شوي مين؟ درسك كان مفروض يعطيك انذارات من زمان انه ما عم ترحمه انه ما عم تخليه ياخد نفس لك انت وحدي بلا ضمير بلا احساس بلا انسانية بلا ذوق شو بدي قلك بلا كتير شغلات بعد بدل ما تقلي لي سلامتك لشوف لك دواء لأسأل لك شي حكيم لدق لحكيم لرق عندك عالطوارئ يا ويلي عليك يا ويلي هيدي دواك منك وفيك ما بدها شي انت بس لو بتخفف شوية من شو في للترويقة شو في للغدا شو في للعصرونية شو في للعشاء بدقيقة بتصح شو هالصبحية انت صباحك اضرب من مساك اثنيناتهم اضرب من بعض لك انت ظهريتك وعصرونيتك وكل شي بتقولي له بيرجع لك كمان وبي اقوى من بيك يعني بتشوم عليكي بتشوفي يابا بتشوفي بيرجع لك بيي او بيك شو بيك الورد جميل جميل الورد يا سلام امر يا معلم صباح الخير لك صباح الزفت صباح الصرامه شو بدك يا معلم طب انا في شغله بدي افهمها انه المدام امر شو بيوعيها بكير اه لنكد 12 ساعه ما كانوا عم يكفوها صار بدها 16 ساعه الله يعينك وبكره بصير بدها 20 و24 وبنترحم عليك يا معلم فشر على رقبتها يا حرام الشوق تعال قال لك تعال في موال براسي بس تشوفها بتقلها درسك عم يوجعك بدك رقم حكيم السنان تبعها تاخذ الرقم بتعطيني اياه على السريع شو فهمت؟ خلص حاضر ثواني بيكون الرقم مسيف عندك برافو عليك أمارة يا أمارة لا تطلعي على الشجرة